استطاع الإنسان على مر العصور تشكيل الكثير من المباني التي تركت بصمة في تاريخ البشرية. فقد كان الإنسان يستغل ما يجده من عناصر لترك أثره وإنجازاته وحضارته للحضارات القادمة من بعده، ولم تتوفر تلك العناصر الموجودة بسهولة كما هو الحال الآن. ففي بناء بعض الأبنية كان الإنسان ينقل الحجارة على ظهره ليوصلها إلى مكان البناء أو يستخدم الحيوانات في ذلك، كما بينت الرسوم على جدران هذه الأبنية. ولكن يعتبر الكثير من الأشخاص سور الصين العظيم من أكثر الأبنية التي أدهشت الحضارة بسبب طوله وقوة تشييده الذي أبقى إلى الآن قائما، كما يزوره سنويا الملايين من الزوار. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا. لقد تم بناء سور الصين العظيم في القرن الثالث قبل الميلاد، واستمرت عملية بنائه مدة زمنية طويلة. كان سبب بنائه لحماية الحدود الشمالية للإمبراطورية الصينية من الاعتداءات، إذن فالسبب هو عسكري بحت. فهو يتكون من منظومة دفاعية متكاملة والعديد من الثكنات والحصون وأبراج المراقبة، كما يحتوي على قناة لتصريف مياه الأمطار على قمته. من الأفكار الغريبة التي كانت متداولة في تلك الفترة بأن الشياطين تسير في خطوط مستقيمة، فتم بناء السور بطريقة متعرجة حيث أن السور بني لطرد الشياطين أيضا. وقد اختلف المؤرخين في تحديد طول السور بشكل دقيق، فمجموعة اتفقت على أن طوله يصل إلى 6700 كيلومتر، ويعتقد البعض الآخر أنه يصل إلى 8850 كيلومتر. وعند احتساب الأجزاء التي تدمرت منه على مدار السنين يصل طوله إلى 21196 كيلومتر، بينما يتراوح عرض السور ما بين 5 إلى 7 أمتار، ويتراوح ارتفاعه بين 5 إلى 17 متر. وتختلف المواد التي تم استخدامها في بناء السور بحسب المنطقة التي تم بناء السور فيها، حيث يمتد السور على مساحة كبيرة منها الصحاري والوديان والجبال والمروج. فهو يمتد من البحر الأصفر شرقا إلى الصحراء الغوبل غربا، وقد استخدم في بنائه الأحجار المحلية المقاومة للظروف الجوية في المناطق الصحراوية، بينما استخدموا التراب القاسي والطوب الغير محروق في المناطق الترابية. وفي أحد أسرة مينغ الحاكم استخدم في البناء حجر الصلب والصخور القاسية في البناء، حيث يعتبر ما تم بناؤه في تلك الفترة هو الأفضل مما سبقه. وقد مرت الكثير من الأسر الحاكمة على الإمبراطورية الصينية فترة بنائه، فمنهم من اهتم به وأصلحه وأكمل بناءه، ومنهم من أهمله فتدمرت أجزاء كبيرة منه.